Bang. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل مع بعض المحاضرة رقم 7 للهايبوثيسيس تيستينج، اختبار الفروض. قلنا الهايبوثيسيس تيستينج عندي بينقسم لحاجتين، اللي هو تيستينج اون بيبيوليشن وتيستينج تو بيبيوليشن. قلنا تيستينج اون بيبيوليشن بينقسم لحاجتين تانيين، اللي هي المين والبروبورشن. كذلك التو بيبيوليشن بينقسم برضو المين والبروبورشن، ولكن الاختلاف عندي المين بينقسم لحاجتين تانيين، اللي هو ديبندنت واندبندنت، اللي هو غير مستقل ومستقل، عينات غير مستقلة وعينات مستقلة. هنشوف عندي خطوات الهايبوثيسيس تيستينج للبروبورشن. طبعا احنا خدنا المحاضره اللي فاتت المين في الوان بيبيوليشن، هناخده النهارده وان بيبيوليشن ولكن للبروبورشن. هنكمل مع بعض. وكده تيستينج كوم بيبيوليشن وان بروبورشن، تمام. طبعا نفس الخطوات هي بتاعه الهايبوثيسيس تيستينج بشكل عام، ولكن بتختلف بس في التي اس اللي هي تيست ستاتستيك. وكده بيقول ستيبس ذات ذا سيم اوف هايبوثيسيس تيستينج بات ديفرنس ان تي اس اللي هي تيست ستاتستيك. نفس خطوات اختبار الفروض، الفرق بس في التست ستاتستيك. اول حاجه عندي كانت النال هايبوثيسس والالترناتيف هايبوثيسس، نفس الكلام هو، ولكن الاختلاف عندي كنت بدل ما كنت بكتب ميو واكس بار او اكس، بقت عندي بي نود وبي عاديه، فبقول كده اتش اي اللي هي الفرض البديل الى البي لا يساوي البي نود، فبالتالي احولها لفرض صفري اللي هو اتش نود، يبقى الاتش نود الى البي تساوي البي نود، وهكذا على طول ببدا. قلنا زي ما قلنا كنا بنغير العلامه، يعني لو العلامة عندي مثلا كده البي أصغر من البي نود، هتبقى عندي البي أكبر من أو تساوي البي نود، يعني غيرت اتجاه العلامة وحطيت علامة ال يساوي. ده كده بالنسبة للنال هايبوثيسس. تاني حاجة عندي كانت الليفل اوف سيجنيفيكانس. الليفل اوف سيجنيفيكانس عندي اللي هو كان مستوى الأهمية، وكنا بنقول الليفل اوف سيجنيفيكانس عندي لو ما كانش مديهولي في المسألة كنت بحسب قيمته ب 5% أو أنا بفرض قيمته ب 5%. نفس الكلام برضو ما اختلفش خالص، اللي هو مستوى الأهمية أو الايرور، مستوى الايرور برضو ب 5% لو هو ما ذكرهوش في المسألة، تمام. تالت حاجة عندي كانت الكريتيكال ريجون اللي انا بحدد عن طريقها انا هرسم الرسمة ازاي، هرسمها ليفت تيل تيست ولا رايت تيل تيست ولا تو تيل تيست، برضو عن طريق، طبعا كنت بحددها عن طريق النال هايبوثيسس عندي اما بعرف الاول، يعني عندي مثلا هنا لو الاتش اي الى البي لا تساوي البي نوت، طبعا قلت لكم كنت بعرف اللي هي تو تيل تيست. لو كان عندي مثلا زي دي الاتش اي الى البي اكبر من البي نوت، كنت بعرف على طول ان دي كده ليفت تيل تيست، وهكذا نفس الكلام ما اختلفش خالص. فده كده بالنسبه للكريتيكال ريجون. بيقول لي عاده في البروبورشن يطبق جدول الزد، ولكن لابد ان اتاكد انه تبع جدول الزد من خلال حاجتين تاكديتين بعملهم، اللي هو ان بي نود اكبر من 5 وان كيو نود اكبر من 5. ايه ان بي نود وايه ان كيو نود؟ ان بي نود اللي هو البروبورشن اوف بيوريشن، والكيو نود اللي هو 1 ناقص البي نود اللي هو نسبة النجاح ونسبة الفشل بمعنى أصح. يعني لو تفتكروا نفس القانون ده كنت بطبقه لما اجي احول من نورمال ديستريبيوشن لباينوميال ديستريبيوشن، اللي هي الحاجة اللي الدكتور قال انا مش هشرحها وكانت احتمال تيجي في امتحان الميد تيرم وجت متهيألي، كان نفس قانون التأكد عشان احول، فهو نفس الكلام هنا يعني، ولكن انا بس بذكركم بيها يعني. فعندي الان قلنا اللي هي نمبر اوف سيمبل، والبي نود اللي هي البروبورشن، والكيو قلنا اللي هي 1 ناقص البي نود. عندي مثال صغير كده هنا بيقول لي لو عندي 100 بقره في منها 20 بقره مريضه، فان نسبه المرض البروبورشن اللي هي النسبه، طبعا النسبه عندي بتساوي اكس على ان اللي هو اكس اللي هي عدد الابقار المريضه، والان اللي هو نمبر اوف سيمبل، فبالتالي عندي الاكس اللي هي 20 والان اللي هي 100، فبالتالي البروبورشن اللي هي البي هتساوي 20 على 100. طبعا انا عندي هنا كنت بقول ان في بي، يبقى انتوا كده لو تلاحظوا عندي الان في بي بتساوي ايه؟ بتساوي الاكس. يبقى انا عندي لو كانت النسبه في عدد العينه كله هيديني عدد الابقار المريضه، فبالتالي عندي انا لو عندي مثلا الاكس هنا كده على طول اللي هي ال 20 عدد الابقار المريضه على طول، بدل ما لسه اقعد اجيب ان وبي اللي هو اجيب 100 بعد كده اجيب 20 على 100 واضربهم برده فين، فهي هي هيبقى عندي برده 20، فبالتالي لما بيكون مديني الاكس على طول كده بعوض فيها، فبقول هل الاكس اكبر من 5 ولا لا، وبالتالي على طول بتاكد من الشرط بتاعي. في مثال صغير هنا كده، لو اعطى مثلا ان دي جاهزه وهي 20 قيمه الاكس اهو، هطبق على طول هقول 20 اكبر من 5، وبالتالي انا هستخدم جدول الزد. كانت رابع حاجه عندي في الخطوات اللي هي ديترماين زد فاليو اللي هي الزد تابيوليتد عن طريق الجدول طبعا، وعلى حسب نوع الكريتيكال ريجون، على حسب هل هي ليفت ولا هل هي رايت، وعلى حسب طبعا الليفل اوف سيجنيفيكانس اللي بيكون عندي عشان اقدر اعرف مكانها في الجدول. خامس حاجه عندي كانت التست ستاتستيك اللي هي بيختلف فيها
الهايبوثيسيس تيستنج بشكل عام من حاجه لحاجه، يعني من 1 بيبيوريشن ل 2 بيبيوريشن مين او بروبورشن، القوانين بتختلف. لو تفتكروا في المين كنت بقول ايه؟ كنت بقول اكس بار ناقص ميو على السيجما على جذر ان. هنا عندي الموضوع هيختلف في البروبورشن، هقول عندي بي هات ناقص البي نود على الجذر التربيعي لبي نود كيو نود على ان، كل الكلام ده تحت الجذر. يعني عندي هنا بي نود كيو نود ان كلهم تحت الجذر. ابدا اعرف الكلام ده معناه ايه او الرموز دي معناها ايه. عندي البي هات اللي هي البروبورشن اوف سيمبل، البي نود اللي هي البروبورشن اوف بيبيوريشن، يعني البروبورشن اوف سيمبل اللي هو نسبه العينه زي ما قلنا كده 20، كان عندي 20 بقره مريضه، فدي كان عندي كنت اطلع البي هات اللي هي 20 على 100. البي نود عندي اللي هي بروبورشن اوف سيمبل، نسبه في المجتمع ككل. الكيو نود عندي اللي هي بتساوي 1 ناقص البي نود، والان عندي اللي هي نمبر اوف سيمبل. مثال صغير كده بيقول لي عندي قطيع قادم من الخارج ويقال ان نسبه انتشار المرض فيه تساوي 20%، واحنا عايزين نتاكد هل هي اكبر من 20% ولا لا. وبالتالي اخذنا عينه من 100 راس وظهر انه نسبه المرض 60%. احسب التي اس اللي هي تيست ستاتستيك، طبعا هنعوض عادي تعويض عادي في القانون، ولكن اطلع بس اللي عندي المعطيات. بيقول لي قطيع قادم من الخارج يقال ان نسبه انتشار المرض فيه، طبعا القطيع ده يبقى البيبيوليشن، نسبه انتشار المرض فيه اللي هي ال 20 دي تبقى هي البي نود، يبقى البي نود عندي على طول ب 20. واحنا عايزين نتاكد ان ال 20 دي هل هي اكبر نسبه انتشار المرض اكبر من ال 20 دي ولا اقل منها ولا ايه النظام بالظبط. وبيقول اخذنا عينه عباره عن 100 راس، يبقى ال 100 دي عندي هي عدد السيمبل اللي هي الان، وظهر انه نسبه المرض 60%، يبقى 60% دي عندي هي نسبه البي هات اللي هي 60. البي هات عندي هتساوي 60%. طبعا انا عندي القانون تي اس كان بيساوي ايه؟ التي اس عندي كانت بتساوي بي هات ناقص بي نود على الجذر التربيعي لبي نود كيو نود على ان. طب انا عندي ايه هي من القانون ده المعطيات دي؟ عندي البي هات قلنا 60% والبي نود قلنا ب 20%، البي نود ب 20 وناقص عندي الكيو نود. الكيو نود عندي ده اللي هي بكام؟ الكيو نود عندي قلنا اللي هي بتساوي 1 ناقص البي نود، يبقى هو الواحد 20% او 20 على 100 اللي هي بتساوي 2 من 10، يبقى 1 ناقص 2 من 10 هتساوي 8 من 10. وبالتالي وعندنا برضو الان اللي هي ب 100، فبالتالي اعوض على طول في القانون، يبقى 6 من 10 اللي هي قيمه البي هات ناقص 2 من 10 على الجذر التربيعي ل 2 من 10 في 8 من 10 قسمة 100 كله تحت الجذر، هيطلع عندي في الاخر كام؟ هيطلع عندي 10. اكمل بعد كده. خامس خطوه عندي كانت الكومبير بتوين الزيت كالكيوليتد والزيت تابيوليتد، وقلنا عندي لو الزيت كالكيوليتد طلعت عندي اكبر من الزيت تابيوليتد يبقى انا عندي على طول هقول ايه؟ ريجكت النال هايبوثيسز. ولو عندي كانت الزيت كالكيوليتد اصغر من الزيت تابيوليتد، يعني الزيت تابيوليتد هي الاكبر، هقول على طول اكسبت النال هايبوثيسز. طبعا الكلام ده بيكون اوضح على الرسم. سادس حاجة عندي أو آخر حاجة اللي هي الانتربريتيشن أو الكونجليشن اللي هو الاستنتاج أو تفسير القرار بتاعي. بقول وي ار كونفيدنت مثلا 95% أو 99% أو على حسب عندي ليفل اوف سيجنفكانس كام، وقلنا بجيب النسبة التكميلية بتاعته. يعني لو ليفل اوف سيجنفكانس عندي كام مثلا ب 5%، يبقى أنا هكون متأكد بنسبة 95% من القرار اللي أنا باخده، تمام. وبكمل على حسب المثال. هاخد مثال عندي هنا يوضح لي بيجي ازاي السؤال عليها، وبرضه هجاوب برضه بنفس الطريقه اللي هو انا مش هقرا المثال وهحاول اطلع على طول الايه المعطيات، او هقرا مثلا سريعا كده بدون مفسر ونحاول نطلع المعطيات. لو نفترض احنا مش فاهمين الكلام الانجليزي ده معناه ايه، بيقول لي there is a suspicion that due to ecological population in a region the sex ratio in a population of wild mice is not 1:1 but there are more males. An experiment was conducted to catch a sample to 200 mice and determine their sex that were 90 females and 110 males catch it test the suspicion in that matter. اول حاجه عندي هروح مطلع القيم، طبعا انا نفترض ما فهمتش اي حاجه من الكلام ده كله، هطلع عندي القيم قلنا هطلعها ازاي. هبدا امشي واحده واحده كده اشوف عندي. اول حاجه عندي هلاقي نسبه هنا اللي هي 1 الى 1 طبعا اللي هي بنص. طيب النص ده هعرف اللي هو بتاع ايه؟ بيقول لي the sex ratio in a population of field mice is not 1:1. يعني بيقول لي ان ال H node مثلا اللي هي ال B node، يعني بيقول لي ان ال B node عندي مش بتساوي نص، تمام. اللي هي النسبة عندي مش هو بيقول عايز يجرب، يعني عايز يختبر هل هي بنص ولا مش بنص، فبالتالي هستنتج ان عندي ال B node بنص. بعد كده بيقول لي but there are more males experiment was conduct to catch a sample of 200 mice. طبعا
لو تلاحظوا لقيت ايه سيمبل اوف 200 مايس، يبقى انا عندي كده في عندي النمبر اوف سيمبل بيساوي 200. and determine the sex there were 19 females and 110 males catch it test the suspicion. طبعا هو هنا suspicion ده اللي هو يعني شك، هو هنا بيشك ان نسبة الميل اكبر، طبعا انا حاطط هنا مور ميل، فبالتالي انا عندي هتكون الاكس اكس 2 عندي اللي هي ب 110 اللي هو عدد الميل. ليه قلت اكس 2؟ اكس 1 عندي اللي هو عدد الفيميل، ولكن انا عندي انا بشك ان الميل عندي اكتر، فبالتالي انا اطلع البي هات من ايه؟ البي هات عندي اطلعها من الميل، يعني انا نزل اشوف نسبة الميل كامل اللي هي نسبة البي هات عندي او اللي هي نسبة السيمبل عندي البروبورشن اوف سيمبل، هتطلع عندي 110 على 200 واشوف النسبه تطلع عندي بكام. طبعا الكلام ده اعرف تحت في الخطوات تفصيليا، ابدا واحده واحده كده في حل النون هايبوثيسس. طبعا انا كده طلعت المعطيات عندي على طول، قلت عندي واحد الى واحد دي يبقى عندي البي نود مش اتش نود، طبعا اتش نود دي مكتوبه خطا، يبقى عندي البي نود بتساوي نص. قال لي ان في عندي سيمبل اوف 20 مايس 200 فار، يبقى انا عندي كده العدد السيمبل 200، وقول عندي هو بيشك في ايه؟ بيشك ان في عندي ان في عنده مور ميل، فبالتالي عندي الاكس 2 اللي هي تكون عدد الميل اللي هي 110. ابدا واحده واحده، كانت اول حاجه عندي اللي هي النال هايبوثيسس. النال هايبوثيسس عندي هنا ايه؟ هو بيشك ان الاتش اي الى البي نود اكبر من 5، يعني عنده مور ذان ميلز اللي هو نص في الميه اكبر من النسبه اللي هي 1:1. تمام. طبعا عندي الاتش نود الى البي نود اللي هي بتساوي نص، طبعا ده مش ده المعطى عندي اللي هو اللي عندي، قلنا الاتش نود البي نود عندي بتساوي نص. طبعا عندي هنا من الاتش اي الى البي نود هحولها لاتش نود بي نود، طبعا دي كده يعني دي كانت توضيحيه ولكن مش التحويل خالص. فبالتالي عندي انا احول من اتش اي بي نود الى اتش نود بي نود، فبالتالي هعكس الاشاره، يبقى هتبقى عندي اصغر من او تساوي، فيبقى عندي الاتش نود الى البي نود اصغر من او تساوي 5/10. تاني حاجه عندي كانت الليفل اوف سيجنيفيكانس. تمام. طبعا الليفل اوف سيجنيفيكانس يعني هو مش مديهوني في المساله، انا بالتالي بفترضه على طول ب 5%، يبقى ليه؟ لانه لم يعطيني في السؤال مقدار الليفل اوف سيجنيفيكانس، انا بفترض ان هي بكام؟ ب 5%. تالت حاجه عندي كانت تحديد الكريتيكال ريجن اند فاليو. طبعا قلنا عشان اعرف انا هرسم الكيرف عندي هرسمه انهي اتجاه، هل هو ليفت ولا رايت ولا تو تيل. طبعا قلنا بعرف ايه؟ بعرف عن طريق النال هايبوثيسس، عندي اتش اي وبي نود، فبالتالي هقول كده ان عندي اتجاه الكيرف عندي هيكون رايت تيل تيست. تمام. طبعا لازم اعرف بس الاول قبل ما اعرف، انا كده عرفت طبعا الاتجاه بتاعي اللي هو رايت تيل تيست، لازم اعرف بقى هل انا هتبع جدول زد ولا جدول تي. قلنا عندي في حاجه اللي هو الاختبار التاكيدي اللي هو كان بيبقى ان بي اكبر من 5 وان كيو اكبر من 5، ادي ان بي اكبر من 5 وان كيو اكبر من 5، هختبر الشرط ده عندي واشوف. طبعا احنا عندنا الان ايه؟ قلنا الان عندي كان ب 200، فهقول كده عندي 200 ضرب البي نود اللي هي بنص، طبعا 200 ضرب نص اللي هي 100، يبقى ال 100 طبعا اكبر من 5، بالتالي اول شرط طلع عندي صح. تاني واحد 200 اللي هو ال n ضرب ال q نود، برده ال q نود عندي طلعت برده بنص، لان هو 1 ناقص نص هيطلع نص. تمام. فبالتالي تطلع برده ب 100، يبقى عندي 100 اكبر من 5 برده، يبقى كان عندي الشرطين صحيحين. فبالتالي انا كده هقول ايه؟ بالتالي انا هستخدم جدول الزد، هروح راسم عندي الكيرف واحط عندي، قلنا عندي كانت قيمه الليفل اوف سيجنيفيكانس ب 5%، فبالتالي رحت مظلل ناحيه الرايت وقلت ان القيمه عندي 5%. تمام. وعرفت ان انا كده في جدول الزد، فبالتالي اروح على جدول الزد واعرف منه قيمه الزد تابيوليتد بكام. طبعا احنا قلنا عندي ان الكيرف عندي او في الجدول بيمشي بايه؟ بيمشي من اتجاه الليفت للرايت، فبالتالي عندي هنا دي كانت 5%، فبالتالي الباقي عندي هيكون كام؟ هيكون 95%. فانا هنزل في الجدول تحت ادور على 95% اشوف ايه القيمه المقابله ليها. ننزل في الجدول ونشوف، ادي كده جدول الزد، انا بدور على 95% واشوف القيمه المقابله ليها كام. عندي هنا ده كده 94، 95.5، يبقى انا كده قبليها 95، دي كده 95.45%، 95.25، 95.15، 95.5. طب حلو، في عندي هنا حاجه مهمه جدا، لقيت عندي 95% فاصلة 5%، ولقيت عندي 94% بوينت 95%، اختار انهي واحده فيهم؟ طبعا انا كنت بدور على القيمه اللي تكون عندها القيمه التكميليه للليفل اوف سيجنيفيكانس، كانت الليفل اوف سيجنيفيكانس عندي ب 5%، فالقيمه التكميليه بتاعتها كام؟ 95% بالظبط، مش اكتر من 95، لان انا عندي الليفل اوف سيجنيفيكانس عندي بتساوي 5%، فالقيمه التكميليه بالظبط هتكون كام؟ هتكون 95% او اقل سنه.
تمام؟ فبالتالي انا مش هينفع اختار خالص ال 95.5%، لان كده هيكون عندي القيمه اكبر من 100%، فاهمين؟ لان انا عندي الليفل اوف سيجنفكنس اصلا ب 5%، والقيمه التكميليه عندي 95، فما ينفعش اخد 95 وزياده، لا لازم تكون عندي 95 او اقل من 95 بحاجات بسيطه. فعندي هنا 94 و95% اللي هي خلاص تقترب من ال 95 اصلا. تمام، اشوف دي كده قصاد كام. دي كده قصاد 1.6 اهو، لو انا مشيت كده الخط كملت، تمام، اطلع فوق اشوف هي بكام. لو فضلت اطلع كده هلاحظ عندي اللي هي واقفة عند كام، واقفة عند الاربعة. يبقى انا كده لو نزلت اهو لحد 94 و95%، يبقى هلاقي عندي رقم كام؟ هلاقي عندي الرقم 1.64%. يبقى عندي كده قيمة الزد تابيوليتد طلعت ب 1.64%. طبعا بما اني في اتجاه الرايت فهيبقى عندي ب 1.64% زي ما انا، مش هحط سالب ولا اي حاجة، فبالتالي اطلع اكتبها فوق. يبقى انا كده جبت قيمة التي تابيوليتد اللي هي ب 1.64. اكمل بعد كده بقى خمس خطوة عندي، كانت التست ستاتستيك. التست ستاتستيك قلنا بعوض في القانون اللي هو زد كالكوليتد او زد تست ستاتستيك هتساوي ايه؟ بتساوي عندي البي هات ناقص البي نود على الجذر التربيعي للبي نود كيو نود على ان. طبعا انا عندي في المعطيات كان عندي البي هات ما كنتش لسه جبتها، لان انا قلت عندي الاكس 2 اللي هي ب 110، فبالتالي هبدا اجيب البي هات عندي. البي هات عندي بتساوي ايه؟ بتساوي اكس 2 على ان، فاللي هي 110 اللي هو مجموع الميلز على الان اللي هو عدد العينه كلها كان 200، هيساوي عندي 55%. بعد كده ابدا اعوض عادي في القانون. عندي الزد كالكوليتد بتساوي 55% ناقص نص اللي هي نسبه البي نود على نص في نص اللي هي نسبه البي نود ضرب الكيو نود قسمه 200 كله تحت الجذر. بالتالي دخلتها على الاله طلع عندي بكام؟ طلعت عندي في الاخر ب 1.41%. بعد كده الخطوه رقم 6 اللي هي كومبير بتوين الزد تابيوليتد اند زد كالكوليتد، ابدا اقارن بينهم. طبعا انا طلعت عندي الزد كالكوليتد بكام؟ الزد كالكوليتد عندي طلعت ب 1.41، والزد تابيوليتد كنت لسه مطلعها بكام في الجدول؟ ب 1.64. مين عندي الاكبر؟ طبعا الزد تابيوليتد اكبر من الزد كالكوليتد. انا في الحاله دي بقول ايه؟ بقول وي اكسبت النال هايبوثيسز اند ريجكت الاتش اي اللي هي الالترناتيف هايبوثيسز. تمام، يبقى انا كده بنزل بقى في مرحله الانتربريتيشن اللي هي مرحله اتخاذ القرار. بقول على طول كده، طبعا احنا قلنا هنا ايه؟ ان الزد تابيوليتد اكبر من الزد كالكوليتد، يبقى انا هقول ايه؟ وي اكسبت النال هايبوثيسز، فهقول وي كان نوت ريجكت النال هايبوثيسز، يعني انا مش هقدر ارفض النال هايبوثيسز، فبالتالي انا قبلتها. وهقول وي ار كونفيدنت، يعني انا متاكد بنسبه 95%، لان انا عندي كانت الليفل اوف سيجنفكنس عندي 5%، فبالتالي النسبه التاكديه ليها اللي هي 95% او التكميليه ليها 95، فهقول وي ار كونفيدنت 95% ذات ذا 6 ريشيو از 1:1 not more than. طيب الجملة دي أنا جبتها منين؟ إذا أنا طلعت كده للسؤال تاني في الأول خالص فوق، طبعا عندي هنا هو كان بيقول the 6 ratio in a population of field mice is not 1:1 but there are more males. طبعا أنا اتأكدت عندي من النال هايبوثيسز إن هي طلعت فعلا مش اكثر ولا حاجه من ان الميل عندي مش اكثر ولا حاجه، كلام النال عندي طلع صحيح، فبالتالي انا هقول ايه؟ وي ار كونفيدنت 95% ذا 6 ريشيو ان بيبيوليشن اوف فيلد مايس از نوت مور ذان 1:1، يعني انا هقول ان هو مش اكثر من نص في الميه. ده كده كان بالنسبه للسؤال اللي على ال proportion of one population test. هكمل بعد كده بقى تاني حاجة عندي اللي هي testing two population. testing two population عندي بينقسم لحاجتين، اما يكون مقارنة ما بين مجموعتين qualitative او quantitative. يعني ايه qualitative؟ طبعا qualitative دي اللي هي كمية وصفية، و quantitative عندي اللي هي كمي. qualitative عندي اللي هي وصفية، و quantitative عندي اللي هي كمية. وصفيه زي مثلا اطوال، اوزان، حاجات زي كده. كميه زي نسب، ارقام، اعداد، دي كلها عباره عن كوانتيتيف. هبدا اشوف عندي البروبورشن اوف التو تيست بيبيوليشن.
طبعا احنا قلنا التست تو بوبيوليشن عندي بينقسم برضو لحاجتين، مين وبروبورشن، وقلنا المين عندي كان بينقسم لديبندنت واندبندنت، لكن احنا هنا هنبدا بالبروبورشن، تمام، اللي هي النسب برضو، ونشوف الخطوات بتاعتها ازاي ونشوف هي بتختلف في ايه. طبعا احنا متفقين ان في الهايبوثيسيس تيستنج كل حاجه بتختلف في ايه، بتختلف في التي اس اللي هي تيست ستاتستيك، تمام، ولكن الخطوات هي ما اختلفتش خالص طبعا. بس في التو بوبيوليشن عندي هنا، انا في عندي بالنسبه للبروبورشن في عندي 2 بي، يعني هيكون عندي B1 وB2، لأن أنا عندي نسب، فبالتالي عندي population، فيكون عندي نسبة للpopulation الأولاني ونسبة للpopulation التاني، فيكون عندي في حاجة اسمها B1 وB2. هنعرف كل الكلام ده في الخطوات دلوقتي. قلنا هنا كده بيقول لي نفس الخطوات، الاختلاف بس في TS اللي هو test statistic. أول حاجة عندي كانت النار and the alternative hypothesis، نفس الكلام بالظبط. H نود قلنا عندي بدل ما هي كانت B نود إلى B، هتبقى عندي B1 إلى B2، B2 تبقى عندي B1 إلى B2، سواء بقى يساوي أو أكبر من أو أصغر من، طبعا بتختلف على حسب. هشوف عندي أنا، هشوف عندي الاتجاه أهو في المسألة إيه اللي هي، إيه اللي هي أكبر من أو أصغر من أو يساوي أو الكلام ده. وبرضه بحول برضه من الـ alternative hypothesis للـ non hypothesis عن طريق إن أنا بعكس الإشارة وأحط علامة اليساوي، لو هي لا تساوي أحط علامة يساوي. تاني حاجة عندي كانت الـ level of significance، برضه نفس الكلام، لو ما ادانيش الليفل اوف سيجنفكنس هفترض اللي هي ب 5%. تالت حاجه عندي كانت الكريتيكال ريجن، نفس التقسيمه بالظبط عشان اعرف الكيرف، ونفس الشروط هي ولكن زياده حاجه بسيطه جدا، بما اني بتعامل مع اتنين بيبيوليشن يبقى انا عشان اعرف اللي انا هتعامل مع جدول الزد يبقى هقول ايه، هعمل الشرط اللي انا كنت بعمله في البروبورشن 1 بيبيوليشن هعمله مرتين، يعني هعمله للبيبيوليشن ده مره وللبيبيوليشن ده مره، يعني هقول ان 1 B1 أكبر من 5 وإن 1 Q1 أكبر من 5 وإن 2 B2 أكبر من 5 وإن 2 Q2 أكبر من 5، ده عشان أتأكد إن أنا أتعامل مع جدول إيه، مع جدول الزد. رابع حاجة عندي كانت ديترماين الزد فاليو، اللي أنا أحدد قيمة الزد فاليو اللي هي زد تابيوليتد. طبعًا إحنا قلنا في البروبورشن بشكل عام إحنا بنتعامل مع جدول الزد، ولكن عشان كده، ولكن أنا بحب أتأكد، فعشان كده بستخدم بس الإيه، القوانين التأكيدية دي اللي أنا أتعامل مع جدول الزد. طيب خامس حاجة عندي كانت التست ستاتستيك، اللي هي بدل ما احنا كنا بنقول البي هات ناقص البي نود، هقول هنا البي 1 ناقص البي 2 على الجذر التربيعي للبي داش ضرب كيو داش ضرب 1 على ان زائد 1 على ان، اللي هي ان 1 وان 2، كل الكلام ده تحت الجذر. هبدا اعرف الرموز دي معناها ايه بالظبط دلوقتي. اول حاجه عندي كانت البي 1 اللي هي نسبه المجتمع الاولاني، اللي هي بتساوي اكس على ان، X1 على N1 بمعنى صح. B2 نفس الكلام برضو، اللي هي نسبة المجتمع التاني، اللي هي بتساوي X2 على N2. بعد كده عندي B داش اللي هي بتساوي ايه، B داش عندي اللي هي بتساوي X1 زائد X2 على N1 زائد N2، دي قيمة B داش. فبالتالي انا لو عايز اجيب Q داش هتبقى 1 ناقص B داش، يبقى B داش عندي التاني بتساوي ايه، بتساوي X1 زائد X2 على N1 زائد N2. أكمل بعد كده، عندي كانت الخطوة السادسة كانت عبارة عن الكمبير بتوين الـ Z calculated and Z tabulated، وفي نفس الوقت برضو لو الـ Z calculated عندي طلعت أكبر من الـ Z tabulated يبقى أنا عندي بقول reject the null hypothesis، ولو الـ Z calculated عندي طلعت أصغر من الـ Z tabulated يبقى أنا بقول accept the null hypothesis. وآخر حاجة عندي كانت الـ interpretation أو الـ conclusion اللي هو الاستنتاج أو التفسير بتاع اللي بكتبه اللي بستنتجه. هاخد اكزامبل بسيط جدا على ال proportion of two population. عندي هنا برضو نفس الكلام، اقرا المثال ده سريعا وهشوف انا ازاي هطلع المعطيات بتاعتي. two form compared between dead rate of cough diarrhea in the first form 77% dead N1 بتساوي 100 cough second form 120 dead ال N بتساوي عندي 200 compare between two form about or equal percentage death in between. طبعا في حاجة نسيت أقولها، إمتى أنا بعرف اللي أنا في النال هايبوفيسز وإمتى أنا بعرف اللي أنا في التو بيبيوليشن أو في اللي أنا في الوان بيبيوليشن. وبرضو في التو بيبيوليشن بعرف برضو عن طريق إن هو بيقول لي زي ما أنتم شايفين كده، قال لي two form، فبالتالي أنا عرفت اللي أنا في عندي كميتين، وبيقول لي كومبير بتوين، فبالتالي عرفت اللي انا في النال هايبوثيسس اللي انا اختبار فروض، وهقارن ما بين مجموعتين. ده كده عشان اعرف افرق ما بين البيبيوليشن 1 ال1 بيبيوليشن وما بين ال2 بيبيوليشن. في الاولانيه ال1 بيبيوليشن الاقي عندي
1%، في التاني هلاقي عندي 2%، في ال 1 population هلاقي عندي نسبة واحدة، في ال 2 population هلاقي عندي نسبتين، وهلاقي عندي 2 population. انما في ال 1 population هلاقي عندي هي 1 population، population واحد بس. بس ابدا بقى احل عندي هنا، اشوف الخطوات عندي همشيها ازاي. طبعا اول حاجه اللي انا اطلع المعطيات عندي، اول حاجه عندي لقيت 97% dead in first farm، يعني first farm اللي هي first population 97% dead، اللي هو 97% ده نسبه الوفاه. يبقى انا عندي كده البي 1 بتساوي 97%، وبيقول لي الان بتساوي 100 كالف، يبقى عندي الان 1 بتساوي 100. بعد كده بيقول لي في السكند فارم 120 ديد، ما قاليش 120 كنسبة، هو بيقول لي 120 ديد، يبقى انا دي عندي استنتج اللي هي الاكس 2 على طول بتساوي 120. فوق هنا كان قال لي 77%، فبالتالي انا استنتجت اللي هي البي 1. لكن انا عندي قال لي 120 ديد، يبقى دي كده عدد الحيوانات اللي ماتت او القالف اللي ماتت. وبيقول لي الان بتساوي 200، يبقى عندي الان 2 اللي هي بتساوي 200. ابدا اول حاجة عندي اللي هي النال هايبوثيسز. النال هايبوثيسز عندي هو بيقول لي بقارن ايه، كومبير بتوين تو فارم اباوت ار ايكوال برسنتج ديث، يعني انا هقارن ما بين عدد الوفيات هل هما متساويين ولا لا. طبعا ايكوال برسنتج، يعني انا هقول كده ان الاتش اي الى البي 1 لا تساوي البي 2، يبقى انا عندي اللي انا هقارن اللي هو الفرض الصفري عندي ان الاتش نود الى البي 1 تساوي البي نود تساوي البي 2. يبقى انا عندي كده الاتش نود الى البي 1 تساوي البي 2. ده كده بالنسبه لي الفرض اللي هو عايزني، الفرض الصفر بتاعي اللي انا عايز اختبره، هشوف هو صح ولا لا. تاني حاجه عندي كانت الليفل اوف سيجنيفيكانس. الليفل اوف سيجنيفيكانس عندي هل هو مديني الليفل اوف سيجنيفيكانس؟ طبعا مش مدياني، لانه مش مدياني انا هفترض على طول اللي هي ب 5%. تالت حاجه عندي كانت الكريتيكال ريجون. الكريتيكال ريجون عندي هل انا بشوف فيها هل انا هتعامل مع جدول الزد ولا التي، وهشوف عندي الكيرف بتاعي هل هو تو تيل ولا رايت ولا ليفت. طبعا عندي هنا بما اني في النال هايبوثيسس فوق لقيت عندي الاتش نود الى البي 1 تساوي البي نو بي 2، يبقى انا كده عرفت على طول اللي انا توتال تيست، ده طبيعي بديهيا من الخطوات قبل كده ما كنت خطوات بشكل عام. اعرف بقى اللي انا اتعامل مع جدول الزد او جدول التي ازاي، عن طريق القانون التاكدي بتاعي. طبعا انا عندي هنا قلنا الزد بقول ان 1 ضرب بي 1 اكبر من 5، وان 2 ضرب بي 2 اكبر من 5، وان كيو 1 اكبر من 5، وان كيو 2 اكبر من 5. هتاكد يعني هقول كده عدد السيمبل في البوبوليشن الاولاني ضرب النسبه بتاعته هل هو اكبر من 5 ولا لا. طبعا 100 ضرب 77 على 100 اكبر من 5، ده اكيد. طيب ان 2 ضرب بي 2 اكبر من 5 ولا لا؟ طبعا عندي قلنا ان بي على طول اللي هي بتديني قيمه الاكس، وانا عندي كانت الاكس 2 عندي 120، فهقول كده ال 120 عندي اكبر من 5، طبعا اكبر من 5 على طول. عندي ان 1 ضرب كيو 1 اكبر من 5، اشوفها ولا لا؟ يبقى انا كده محتاج ان انا اجيب قيمه الكيو. طبعا هنا اشوف عندي قيمه الكيو بتساوي ايه، قلنا قيمه الكيو عندي بتساوي 1 ناقص بي 1. طبعا بي 1 عندي كان ب 77%، يبقى انا كده هقول 1 ناقص 77% هتساوي 23%، فهقول 100 ضرب 23% هل هي اكبر من 5 ولا لا؟ طبعا ال 100 هتروح مع ال 100، يبقى هتكون 23 اكبر من 5، ده الطبيعي جدا. تاني حاجه عندي ان 2 كيو 2 هشوفها اكبر من 5 ولا لا؟ يبقى انا كده محتاج برضه اجيب كيو 2. الكيو 2 عندي بتساوي 1 ناقص بي 1، طبعا بي 1 عندي انا ما كنتش مديهاني، لكن هو مديني الاكس 2 عندي ب 120 والان عندي ب 200، يبقى هو كده 120 على 200، 1 ناقص 120 على 200 هيطلع عندي في الاخر ب 4 من 10، دي قيمه الكيو 2. يبقى انا هقول كده 200 ضرب 4 من 10، طبعا هتطلع برده اكبر من 5. يبقى انا كده اتاكدت ان انا هستخدم جدول الزد، واحنا لسه عارفين من شويه ان انا تو تيل تيست، يبقى بالتالي هنزل ارسم الكيرف بتاعي تو تيل تيست، والليفل اوف سيجنيفيكانس عندي انا كنت محددها ب 5%. يبقى انا كده اول حاجه عندي هرسم الكيرف بتاعي، رسمت وحددت اللي هو تو تيل تيست زي ما انتم شايفين كده، تمام. وعندي الليفل اوف سيجنيفيكانس عندي كان ب 5%، وقلنا طالما انا تو تيل تيست يبقى انا بقسم السيجما عندي على 2 زي ما انتم شايفين كده، فهقول 5% على 2 هتطلع ب 2.5، فهيبقى عندي 2.5 ناحيه الليفت و2.5 ناحيه الرايت، دي كده النسب عندي. وهشوفها في الجدول عندي بتساوي كام. طبعا احنا عارفين في القيم الثابته اللي الدكتور كان مديها في المحاضرات او حتى عن طريق جدول هنعرفها تاني، ان ال 5% في التو تيل تيست بتساوي كام؟ بتساوي 1.96 جهه الرايت وسالب 1.96 جهه الليفت. انزل اتاكد برضو في الجدول، لو نزلت في الجدول كده طبعا انا عارف ان انا من جهه الليفت عندي نسبه 2.5%، يبقى انا هدور عندي على 2.5%. 2.5% اللي هي بتساوي كام؟ اللي هي بتساوي 25 من 1000. هدور عندي على 25 من 1000 اشوف الرقم عندها بيساوي كام. 25 من 1000
عندنا 28 من 1000، ادي كده 21 من 1000، انا كده بقل. لا يبقى انا هنا كده ادي 25 من 1000 ولكن فاصلة 6، ادي اهو 25 من 1000 بالظبط، اللي هي 2.5% بالظبط. دي كده القيمة عندي بالظبط، هلاقيها فوق مقابلة 6 اهو زي ما انتوا شايفين كده، وعلى الجنب مقابلة 1.9، يبقى هي عندي كام؟ 1.96. بما اني في الليفت عشان انا دورت على 2.5 يبقى انا كده في السالب، فهقول سالب 1.96، وناحية الرايت هقول موجب 1.96. اكمل بعد كده الخطوات عندي. رابع خطوة عندي كانت التست ستاتستيك اللي انا بفرض بحسب فيها قيمة الزد كالكوليتد. طبعا قيمة الزد كالكوليتد عندي كانت بتساوي ايه؟ قلنا بتساوي عندي البي 1 ناقص البي 2 على الجذر التربيعي للبي داش كيو داش ضرب 1 على ان 1 زائد 1 على ان 2، كل ده تحت الجذر. عندي البي 1 عندي كان ب 77%، والبي 2 عندي قلنا اللي هي ب 120 على 200، اللي هي 120 بتاعت الاكس 2 وال 200 اللي هي ان 2. قسمة قلنا قسمة البي داش كيو داش، يبقى انا كده محتاج اجيب البي داش واجيب الكيو داش. قلنا عندي البي داش بتساوي ايه؟ البي داش عندي بتساوي اكس 1 زائد اكس 2 على ان 1 زائد ان 2، يبقى انا هقول كده 77 زائد 120 اللي هي قيمة الاكس 1 زائد الاكس 2 على النمبر اوف سمبل اوف بيبيوليشن 1 اللي هو كان 100، والنمبر اوف سمبل اوف بيبيوليشن 2 اللي هو كان 200، وهدخل الكلام ده على الآلة. هيطلع عندي بكام؟ هيطلع عندي ب 656 من 1000. بعد كده اجيب عندي الكيو داش على طول. الكيو داش عندي بتساوي ايه؟ بتساوي 1 ناقص 656 من 1 اللي هي هتساوي 343 من 1000. دي كده قيمة الكيو داش. يبقى انا كده بعد كده اروح اعوض على طول في المسألة عندي. يبقى انا هقول كده قيمة البي داش عندي اللي هي بكام؟ قلنا ب 656 من 1000 ضرب قيمة الكيو داش عندي اللي احنا قلنا بكام؟ اللي احنا قلنا اللي هي ب 343 من 1 ضرب عندي 1 على ان 1 اللي هي 1 على 100 زائد 1 على ان 2 اللي هي 1 على 200، وادخل الكلام ده كله على الآلة. الاقي طبعا عندي ان في عندي قوس هنا في عملية الجمع، يبقى 1 على 100 زائد 1 على 200 دي كده في قوس لوحديها عشان تطلع عندي النسبة صح. وبالتالي هتطلع عندي في الاخر كام؟ هتطلع عندي القيمة الحسابية لزد اللي هي ب 2.926 من 1. بعد كده عندي الخطوة اللي بعد كده كانت بتبقى compare between قيمة الزد calculated والزد tabulated. طبعا بما اني طلعت الزد كالكوليتد ب 2.926 من 1، والزد تابيوليتد عندي كانت طلعت بموجب وسالب 1.96%، طبعا عندي بديهي جدا الزد كالكوليتد طلعت اكبر من الزد تابيوليتد، يبقى انا هقول كان عندي وي ريجكت النال هايبوثيسز اللي هي الاتش نود. يبقى انا عندي رفضت الفرض اللي هو بيقول لي ان البي 1 بتساوي البي 2 اللي هو النسبه الاولانيه، نسبه المزرعه الاولانيه في الموت بتساوي النسبه المزرعه الثانيه في الموت. طبعا انا كده رفضت الفرض الصفري ده، وبالتالي عندي الانتربريتيشن عندي اللي هو هيقول هيكون ايه؟ هيكون وي ار كونفيدنت 95% اللي هي نسبه تكميليه للليفل اوف سيجنفرنس ذات ذا برسنتج اوف ديث ريت اوف كول في الاريا ان تو فورم از نوت ايكوال اللي هو مش متساويين، البي 1 لا تساوي فعلا بي 2 اللي هو. وعندي النال هايبوثيسيس تيستنج طلع عندي خطا، فبالتالي عندي الالترنيتيف هايبوثيسيس هي اللي صح، وان البي 1 عندي لا تساوي فعلا البي. بفسر الكلام ده بطريقه بسيطه كده، بقول هنا انا رفضت الفرض الصفري اللي بيقول ان المزرعتين متساويين في معدل الوفيات، وهشوف ان المزرعه وهشوف اي مزرعه اقل في عدد الوفيات واشتري منها على افتراض اني بشوف انهي مزرعه انسب للشراء. تالت حاجه عندي او التكمل عندي في التستنج تو بيوريشن اللي هو المين. كده احنا خلصنا ايه؟ احنا خدنا عندنا ان الهايبوثيسيس تيستينج بينقسم ل 1 بيبيوليشن و 2 بيبيوليشن، وكل واحد فيهم بينقسم لمين وبروبورشن. وقلنا احنا خدنا طبعا في المحاضره الاولانيه اللي هي قبل دي خدنا المين، ودلوقتي خدنا البروبورشن بتاع ال 1 بيبيوليشن، وبعد كده دخلنا على ال 2 بيبيوليشن وخدنا البروبورشن بتاعه النسب برضو بتاعته. دلوقتي هنبدا في المين اوف 2 بيبيوليشن. وقلنا عندي المين اوف 2 بيبيوليشن كان بينقسم لايه؟ كان بينقسم لديبندنت اللي هي عينات غير مستقله، وإندبندنت اللي هي عينات مستقلة. طيب هبدأ أعرف ده معناه إيه وده معناه إيه دلوقتي، وأفرق بينهم إزاي، ودي قوانينه إيه وده قوانينه إيه. الديبندنت مين أوف تو بيبيوليشن بتكون في عينة خضعت لتجربتين متلازمتين بتعتمد نتائجهما على بعض، وبيكون هناك اختبار قبلي بري تيست واختبار بعدي اللي هو البوست تيست. هنعرف الكلام ده معناه إيه دلوقتي. لكن عندي في الإندبندنت اللي هي العينات المستقلة، في هذه العينات
في مجموعتين عندي منفصلين خالص عن بعض، كل واحدة ليها اختباراتها ونتائجها، والاختبارات بتاعة المجموعة الأولانية لا تؤثر في المجموعة التانية، فبالتالي النتائج ما تعتمدش على بعض خالص، فالنتائج لا تعتمد على العينة الأخرى. أول حاجة عندي هبدأ بيها اللي هي الديبندنت، اللي هي بسميها بين قوسين كده اللي هي البيرد سيمبل أو البيرد تي تيست. أول حاجة لازم أعرف الديفينيشن بتاع الديبندنت أو البيرد سيمبل دي. لو قال لي عرف لي ديفينيشن البيرد سيمبل إيه هي، هقول definition of t-test for bird sample or testing for mean difference between two population means in a dependent sample. يبقى هو عندي اختبار المتوسط اللي بيختلف ما بين two population اللي هو مجتمعين او المين of two population in a dependent sample اللي هي عينات غير مستقلة. ابدا بقى اعرف بيختلف ايه والقوانين بتاعته ايه هي. طبعا احنا عارفين ومتفقين ان عندنا في الهايبوثيسيس تيستينج بشكل عام الاختلاف عندي بيكون في التست ستاتستيك. يبقى انا عندي في التست ستاتستيك هلاقي عندي قوانين مختلفه في حاله اندبندنت اوف مين اوف تو بيبيوليشن. يبقى انا عندي كده هلاقي التست ستاتستيك عندي بيساوي ايه، دي داش قسمه السي دي اللي هي الستاندرد ديفيجن قسمه جذر ان، اللي هو ده لو تلاحظوا هو نفس القانون بتاع ال 1 بيبيوليشن، ولكن الفرق عندي اللي انا بدل كان اكس بار ناقص ميو نود عندي هنا بقى دي داش، والستاندرد ديفيجن هو جذر ان هي فهو نفس القانون يعتبر، ولكن عندي الاختلاف ايه، بدل اكس بار ناقص ميو نود بقى عندي دي داش على طول. طيب دي داش عندي دي اللي هي المتوسط اللي هو بيساوي سيجما دي على ان، الاس دي عندي اللي هو الانحراف المعياري. الانحراف المعياري هنا عندي اجيبه ازاي، عندي الستاندرد ديفيجن بيساوي ايه، بيساوي الجذر التربيعي لسيجما دي تربيع ناقص ان دي داش تربيع على ان ناقص واحد، كل الكلام ده تحت الجذر. اعرف الرموز دي معناها ايه، قلنا دي داش عندي اللي هو المين اللي هو بيساوي دلتا اللي هو بيساوي سيجما دي على ان، وعندي الاس دي قلنا اللي هو الستاندرد ديفيجن الانحراف المعياري، وقلنا عرفنا ازاي بنجيبه اللي هو سيجما دي تربيع ناقص ان دي داش تربيع على ان ناقص واحد، والان عندي اللي هو نمبر اوف سيمبل، والدي اللي هو الديفرنس بتوين تو سيمبل اللي هو الاختلاف ما بين العينتين اللي هو اكس 2 ناقص اكس 1، والسيجما عندي طبعا اللي هي السمشن اللي هو المجموع. ابدا اشوف عندي الخطوات هي برضو نفس الهايبوثيسس ونفس كل حاجه، فهخش على طول في اكزامبل مثال بيقول لي ذا فولوينج تيبل شوينج ا نمبر ويت فور 5 انيمالز بيفور اند افتر بريبايوتيك تيست اند ذير از ا ديفرنس بتوين their weight use one percent as a level of significance. يعني هو هنا مديني level of significance جاهز، وطبعا هنا اول حاجة لازم اعملها ومديني طبعا جدول. هو بيقول لي هنا بيقول لي تابع الجدول اللي تحت عبارة عن اوزان لخمس حيوانات قبل ما ياخدوا البريبيوتيك وبعد ما خدوا البريبيوتيك، تمام، وشوف الاختلاف في الاوزان دي وقارن ما بين الاختلاف ما بين هذه الاوزان. انزل اشوف الجدول كده عندي، الجدول عندي مديني بيفور كان 3 افتر ب 4.5، يعني قبل ما ياخد البريبيوتيك كان 3 كيلو وبعد ما خد البريبيوتيك بقى 4.5 وهكذا. طيب ابدا احل ازاي، اول حاجه عندي اروح اعمل الجدول اللي انتم شايفينه ده. يبقى انا كده هحتاج احسب ايه عشان ابدا احل او امشي هايبوثيسيس تيستينج، محتاج اجيب اول حاجه عندي الدي والدي داش والدي تربيع. هجيب الدي عشان اجيب الدي تربيع، ومحتاج اجيب برده الدي داش عشان ابدا احسب في التست ستاتستيك. طيب اجيب الكلام ده ازاي، يبقى انا كده هبدا اعوض قيم الجدول اللي عندي فوق دي وابدا افنطها واحاول اترجمها بمعنى اصح. اول حاجه عندي كان طبعا مديني بيفور ومديني افتر، تمام. اول حاجه عندي هجيب قيمه الدي، الدي عندي اللي هي بتساوي ايه، اللي هي الديفرنس بتوين تو سيمبل اللي هو اكس 2 ناقص اكس 1، تمام. يبقى انا قلت 4.5 ناقص 3 هتساوي 1.5 وهكذا، 2.75 ناقص 2 هتساوي 75%، 3 ناقص 1.5 هتساوي عندي 1.5، 2.3 ناقص 1.7 هتساوي عندي 6.10، 3.6 ناقص 2 هتساوي عندي 6.10. يبقى انا كده جبت قيمة الدي. بعد كده عندي اجيب سمشن دي عشان بعد كده اجيب الدي داش. سمشن دي اللي انا هجمع القيم دي 1.5 و75% و1.5 و6.10 و1.6، هتطلع عندي في الاخر ب 5.95%. بعد كده عندي اجيب الدي تربيع اللي هي 1.5 تربيع، طلعت عندي ب 2.25%، 75% تربيع اللي هي طلعت عندي ب 56%، 1.5 تربيع عندي طلعت ب 2.25%،
ستة من عشرة طلعت ب 36%، 1.6 طلعت ب 52%، وبعد كده اجيب برضو السيجما بتاعتهم اللي هي السمشن اوف دي تربيع، طلعت عندي ب 7.98. يبقى انا كده عندي جبت الدي تربيع، وبعد كده جبت السيجما دي عشان اجيب منها الدي داش اللي هو المتوسط. انزل اشوف عندي الدي داش بيساوي ايه. المتوسط عندي بيساوي سيجما دي على ان، قلنا السيجما دي عندي طلع ب 5.95، والان عندي اللي هو عدد العينات طلع عندي بخمسة. لو جيتوا تشوفوا هنا في الجدول كتبنا اول خانة عندي البيرد او اللي هو العدد، تمام، كان عندي بخمسة، فبالتالي عندي طلع الدي داش عندي طلعت بكام؟ طلعت ب 1.19%، اللي هي بالتقريب ممكن تبقى 1.2، ده لو انا عايز اقرر. طبعا افضل انت ما تقربش خالص، اشتغل على طول بالارقام كده، وخد اول خانتين عشريتين لو الارقام فيها خانات عشرية كتيرة. اكمل بعد كده بقى ابدا امشي خطوات الهايبوفيسس تيستنج بتاعتي. اول حاجة عندي اللي هي كانت النال اند الترنيتيف هايبوفيسس. طبعا هو بيقول لي عايز يختبر هل هم في اختلاف ما بين الاوزان قبل وبعد ولا لا. يبقى انا عندي الاتش اي الى الام 1 لا تساوي ام 2. برضو نفس الكلام هنا، بما اني في عندي تو بوبيوليشن ففي عندي ام 1 وام 2 زي ما انتم عارفين. وقلنا كان عندي في البروبورشن في التو بوبيوليشن كان في عندي بي 1 وبي 2، يبقى ده كده عندي الاختلاف ما بين البروبورشن والمين، اللي انا بتعامل يا اما بنسب يا اما بتعامل بمتوسطات. فده يخليني اعرف انا اشتغل في مين او في بروبورشن، فاعرف مين اللي انا اشتغل 1 بوبيوليشن ولا 2 بوبيوليشن، يا اما يديني نسبه واحده او يديني نسبه للمجتمع الاول ونسبه للمجتمع الثاني، فبالتالي اصبح عندي مجتمعين ونسبتين، فاعرف ان انا في التو بوبيوليشن. طيب انا هنا طبعا في التو بوبيوليشن ولكن للمين، وهنا في الديبندنت اللي هي العينات الغير مستقله، يعني كل واحده بتعتمد على اللي قبليها، اللي هو زي ما انتم شايفين كده الانتي بايوتيك ده اللي هو خده او البري بايوتيك اللي هو خده ده اثر في الوزن بتاعه وخلى الوزن بتاعه يزيد. فدي كده بالنسبه لي ديبندنت. اول حاجه عندي قلنا هنمشي النال هايبوثيسز اللي هي قلنا هو عايز نختبر ايه، عايز نختبر ان الاوزان قبل وبعد هل اختلفت ولا ما اختلفتش. طبعا يبقى الاتش اي الى الام 1 لا تساوي الام 2، احولها لفرض صفري اللي هو الترنيتيف هايبوثيسز. يبقى الاتش نود الى الام 1 تساوي الام نود تساوي الام 2. تاني حاجه عندي الليفل اوف سيجنيفيكانس. الليفل اوف سيجنيفيكانس عندي اللي هو مستوى الاهميه. طبعا هو مديهوني في المساله قال لي الليفل اوف سيجنيفيكانس عندي ب 1%. تمام. تالت حاجه عندي كانت الكريتيكال ريجن او احدد الكريتيكال فاليو. طبعا لازم اعرف الاول انا هستخدم هل انا هستخدم زد تيبل ولا تي تيبل. طبعا عن طريق ايه هعرف الكلام ده؟ عن طريق تالت حاجه عندي الكريتيكال ريجن، تحليل الكريتيكال ريجن اند فاليو. طبعا في حاجه نسيت اقولها اللي في ان في المين اوف ديبندنت تو بوبيوليشن بستخدم على طول جدول التي. ده حاجه ثابته اللي انا بستخدم جدول التي، لان انا كده كده اصلا بجيب التي تيست، فبالتالي انا بستخدم على طول حاجه ثابته اللي انا هستخدم جدول التي دي ثابته. يبقى في الديبندنت اوف مين تو بوبيوليشن بستخدم جدول التي، ما بستخدمش جدول الزد نهائيا. تمام. هبدا عندي بقى اترجم المعطيات. بما ان عندي الاتش اي الى ام 1 لا تساوي ام 2، طالما في عندي لا تساوي ويساوي يبقى انا عندي اعرف كده على طول ان انا في ايه، في التو تيل تيست. تمام. يبقى انا كده هروح راسم عندي كيرف تو تيل تيست، وعندي هو كان مديني الليفل اوف سيجنيفيكانس كان مديهاني ب 1%. طالما انا تو تيل تيست يبقى انا لازم اقسم السيجما عندي على 2، يبقى انا هقول كده الواحد في المية دي على 2 هيساوي 0.5% جهة اليمين و0.5% جهة اليسار اللي هو جهة الرايت وجهة الليفت. تمام. فانا رسمت كده الكيرف عندي وحددت المنطقتين رايت وليفت، وقلت ان دي كانت 0.5% ودي كانت 0.5%. ناقص اللي انا اجيب ايه؟ ناقص اللي انا اجيب قيمه التي تابيوليتد. يبقى انا هقول كده رقم 4 عندي كانت ديترماين تي تابيوليتد فاليو، اللي انا هجيب قيمه التي تابيوليتد. طيب اجيب قيمه التي تابيوليتد ازاي؟ طبعا في التي تابيوليتد او في جدول التي على طول قلنا بنستخدم ازاي؟ بنجيب التقاطع ما بين الليفل اوف سيجنيفيكانس مع الان ناقص 1. يعني انا بقول ان ناقص 1، ان ناقص 1 دي اللي هو عدد السيمبل او عدد العينه. تمام. طبعا احنا عدد السيمبل عندنا كان 5، فهقول عندي 5 ناقص 1 اللي هي ب 4، والليفل اوف سيجنيفيكانس عندي انا يعني كنت قسمته على 2 فهو كان ب 0.5%. فبالتالي انا هنزل في الجدول ادور على 4 واشوف 0.5% واشوف القيمه هتبقى بكام. بعد كده انزل في الجدول واشوف عندي قيمه التقاطع دي هتبقى بكام. يبقى انا دلوقتي انزل في الجدول واشوف عندي قيمه التقاطع دي هتبقى بكام. ادي ده بالنسبه لي جدول التي. زي ما انتم شايفين قلنا ان ناقص 1 عندي، قلنا الان كان ب 5 ناقص 1 هيبقى ب 4، يبقى انا كده عندي ال 4 واروح واقف، ادي كده عندي ال 4.
وقلنا عندي ليفل اوف سيجنفكانس كان مديهوني ب1%، وعشان انا التو تيل تيست قسمته على 2 فبالتالي بقى 0.5%. 0.5% اللي هو بيساوي كام من 10؟ زي ما انتم شايفين كده ارقام عندي عشرية فوق. 0.5% اللي هو 0.5 على 100 هيساوي عندي 5 من 1000. 5 من 1000 اللي هي اهي دي كده قيمة الخمسة من ألف. انزل عند الاربعة اشوف تتقاطع معايا في كام. هتتقاطع معايا في 4.604 من 1000. يبقى دي كده قيمة التقاطع ما بين ال n ناقص واحد اللي هي 5 ناقص 1 اللي طلعت بأربعة، وما بين 0.5% اللي هو 5 من 1000. طلعت عندي بكام؟ طلعت ب4.604 من 1000. اطلع اكتبها فوق عند ال t tabulated. يبقى انا عندي كده التيتا بيلوت طلعت بكام؟ طلعت ب4.604 من 1000. بعد كده اجيب التست ستاتستيك اللي هو التي كالكوليتد. قلنا عندي التي كالكوليتد بتساوي ايه؟ التي كالكوليتد عندي بتساوي الدي داش قسمه اس دي على الجذر التربيعي. طيب الدي داش عندي اللي هي بي، طبعا احنا جبنا الدي داش فوق كانت ب1.9 من الجدول الاولاني اللي احنا جبناه. بعد كده هجيب الستاندرد ديفيجن، تمام، اللي هو بيساوي ستاندرد ديفيجن عندي بيساوي ايه؟ بيساوي الجذر التربيعي لسيجما دي تربيع ناقص ان دي داش تربيع على ان ناقص واحد. طيب السيجما دي تربيع عندي بكام؟ طبعا كنا جبناها في الجدول فوق كان ب7.98%، والان عندي قلنا اللي هي بخمسة. يبقى انا اقول كده ناقص، طبعا ما انساش الاشارة خالص، ناقص 5 ضرب دي داش تربيع اللي هي بكام؟ اللي هي ب1.19% تربيع، اللي هو دي داش اللي هو متوسط 1.19 تربيع. اروح حاطط علامة التربيع، والان عندي اللي هي بخمسة ناقص واحد، يبقى 5 ناقص 1. ادخل الكلام ده على الآلة، طلع عندي بكام؟ طلع عندي ب47%. بعد كده اروح ماسك القيمة دي ومعوضها في القانون الأساسي اللي هو بتاع التستستيك. يبقى انا عندي كده قلنا دي داش عندي كانت ب1.19%، والاس دي اللي هو الستاندرد ديفيجن طلع عندي ب47%، والان عندي قلنا بخمسة يبقى جذر خمسة. طبعا احنا عندنا قلنا مقام المقام بيطلع في البسط، تمام، فده لو واحد قلنا ما بيعرفش يدخل على الآلة. طبعا أي حد يعرف يدخل الكلام ده على الآلة زي ما قلنا. فبالتالي هدخل يقول كده 1.19 على 47% قسمة جذر 5. هتطلع عندي بكام في الآخر؟ هتطلع عندي ب 5.66%. بعد كده أقول إيه؟ أقول compare between قيمة الـ Z tabulated والـ Z calculated. أنا طلعت عندي الـ Z calculated بكام؟ طلعتها عندي ب 5.66%، تمام، والـ C والتي تابيوليتد عندي كنت لسه مطلعها، طلعتها بكام فوق؟ طلعتها ب4.604 من 1000، تمام. فبالتالي عندي قيمة التي كالكوليتد أكبر من التي تابيوليتد. يبقى أنا كده بالتالي هقول إيه؟ هقول وي ريجكت النال هايبوثيسز، يعني أنا كده هرفض الفرض الصفري بتاعي إن بيقول إن مفيش عندي اختلاف ما بين الحيوانات أو السمبل قبل ما تاخد البريبيوتيك وبعد ما خدت البريبيوتيك. لا طبعا في اختلاف، عشان كده الأوزان عندي زادت، تمام. فهقول كده في الانتربريتيشن عندي هقول إيه؟ هقول وي آر confident 99% أو we are 99% confident that two means between before and after given medicine اللي هو prebiotic is different. يعني عندي ال M1 لا تساوي ال M2، طبعا عندي الوزن الأولاني لا يساوي خالص الوزن الثاني، فده يثبت عندي إن الأوزان اختلفت. وبكده نكون خلصنا المحاضرة السابعة، وهيتبقى لنا بس كده في المحاضرة الثامنة اللي هو الاندبندنت، ونشوف ايه القوانين بتاعتها او الاختلاف في التستستيك بتاعتها في ايه هو بالظبط. اتمنى تكونوا استفدتوا وما اكونش طولت عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعواتكم ما تنسوش.